حق او فتوى حق الكد والسعي، يعني برضو استاذه مها انه تتحول المساله دي بقى لتشريع ويتم التطبيق. طبعا احنا اول ما فتحنا الموضوع ده من حوالي شهر كان معانا يعني طبعا الرجال دايما ليه بأمارتي دي فلوسي وشقايا وتعبي وهقسمها معاها بناء على ايه؟ ده يعني الحقوق الشرعيه اللي هي مثلا نفقه ومؤخر والكلام ده بيحصل فيها اخذ ورد وممكن ما تاخدهاش. فالموضوع ده انه يتحول لتشريع شايفه ازاي؟ وشايفه برضو اكيد هيكون في مقاومه، هي اصلا حاضره. طيب خلينا نقول ان الموضوع ده اتفتح من اكتر من كام سنه في الحقيقه، ايام دكتوره امنه النصيه ربنا يديها الصحه، اما حاولت تعمل ده تعمل تشريع جوه البرلمان او تدخل تشريع او تعديل تشريع ووجهت في الحقيقه بكم من يعني سيل من الاتهامات اللي ليها علاقه انه لا ده مش من الدين او لا ده مش مشرع او كذا. ده الكلام بره بتاع الاجانب. بالظبط، وان انتوا عايزين تسوونا بالاجانب، لا احنا كشرع اسلامي مش موجود كذا. طب ادي شيخ الطيب ربنا يديله الصحة قطع الشك باليقين وقال انه فعلا ده له اصل شرعي. دي اول حاجة. انا مش هتكلم على الاصل الشرعي لاني غير متخصصة، لكن انا هتكلم على الاصل الانساني. انه يعني اي انسانية تقول ان في ست انت خدتها من بيت اهلها وهي تحت العشرين، وغالبا امهاتنا الجيل اللي هو بتاع امهاتنا ده كان اصغر فعلا، يعني تحت العشرين كانوا بيتزوجوا مش زي النهاردة. قعدت معاك عشرين او تلاتين او اربعين سنة بتربي في الاولاد وقاعده في البيت، او حتى بتشتغل بره وبتجيب كل مدخراتها برضه للبيت، حضرتك بتشتري كل حاجه باسمك، هي ما بتجيبش حاجه باسمها لان ده كان للاسف يعني خلينا نقول اللي كان العرف السائد في المجتمع انه عيب تبقى حاجه باسم الست وبالتالي بتبقى غالبا باسم الراجل. يجي حضرته بعد 20 25 30 40 سنه يحس ان سيادته لسه شباب وعايز يستخدم حقه الشرعي في انه يتزوج باخرى، اما ان انت تقعدي وتاكلي تعيشي باكلك وشربك او ان انت مع السلامه. طب مع السلامه ابوها او امها او اخواتها، ممكن يكون الاب والام توفاهم الله، اخواتها كل واحد في حياته، ابنائها مش عايزه اقول ان ممكن يكونوا في بس انانيه زي ما قالت الدكتوره، لكن في منهم بيكون على قد الحال، يعني هي حياته يعني يا دوب مكفياه، واحيانا بيكون في عقوق اباء كمان تجاه الابناء، يعني بيكون الاب نفسه عاق بابنائه وبزوجته كمان. فبيكون هي ما عندهاش اي حل، لا تعرف تشتغل، لا ليها مثلا مكان تاخد منه تعليم، لا ما فيش اي تطوير للامكانيات، حتى لو حاولت ان هي تمشي في المعاش بتاع تكافل وكرامه او حاجات بالشكل ده بتبقى يا دوب حاجه يعني على قد بسيطه جدا، ما تقدرش ان هي تعيش. طبعا كتر خير الدوله انه في النهايه في حاجه بالشكل ده معموله، لكن مش ده اللي هيعيشها بنفس الكرامه الانسانيه يا استاذه لبنى. هي الفكره فين؟ انه هي كانت عايشه في مكانه معينه ثم بعد ذلك يعني تهان، هو ده الموضوع، مش انه بس هي يبقى عندها معاش قليل او كذا، لا هي المفروض تكرم بعد هذا السن في الحقيقه. فبشكل انساني وبشكل فعلا انه ايه اللي ضد العداله؟ استحاله يكون في حاجه انسانيه ومع العداله تبقى ضد الشرع بالعقل كده، يعني ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالقراءه وامرنا بالتفكير وامرنا بالاراده كمان، فاذا ده يعني ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيه وديننا دين العقل، يبقى اذا بشكل عقلاني كده ده استحاله يكون ضد الشرع. طب وبالتالي اتفضل. وبالتالي مهم جدا بقى سن ده في قانون، احنا محتاجين فعلا يكون في تشريع واضح على هذا الامر، بمعنى احنا مش هنقدر نقول بشكل مسبق كده نص الثروه ولا ثلث الثروه ولا عشره، لكن نقدر نعمل شرايح انه مثلا هي تزوجت في سن كام؟ النهارده بقت سنها قد ايه؟ قعدت معاه قد ايه؟ كانت بتشتغل ولا لا؟ هل في بالظبط، يبقى في حسبه فيها مرونه الشرع يدينا القصه دي. زي انا عايزه اقول لك على حاجه، معلش انا بقاطعك، يعني التصور او ان يبقى في فئات او اعتبارات او شروط بعينها، يعني مثلا فضيله شيخ الازهر لما اتكلم على ضروره احياء فتوى حق الكد والسعاده من تراثنا الاسلامي او السعيه انا اسفه لحفظ حقوق المراه العامله التي بذلت جهدا في تنميه ثروه زوجها، خصوصا في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة. هنا بقى أستاذة مها هندخل في حتتين، يمكن لما فتحنا الموضوع ده هنا في البرنامج اتقلنا، طب هي لو بتشتغل يبقى حالة، طب ما هي كده معاها بقى إيه فلوسها ومرتبها وممكن تكون حوشت حاجة والكلام ده كله، طيب ما بتشتغلش، طب قعدت مثلا ادي اللي قعدت اربع خمس سنين مع جوزها، لا دي ما تستحقش، ده مثلا وجهه نظر اتقالت، ده بعد 20 30 سنه ممكن ساعتها نبص، يعني قصدي ايه؟ بقى في تفرقه او في ظروف واشتراطات معينه اذا كانت بتشتغل او ما بتشتغلش، كام سنه قعدتها مع جوزها؟ الكلام ده انت شايفه ازاي؟ خلينا نقول ان هنا في حاله القياس وهي ايه؟ نفقه المتعه.
نفقة المتعة أصلا أنت ما بتروحيش المحكمة عارفة أنت هتاخدي كام، مفيش حاجة محددة سلفا، لكن إيه في ما بين اللي هو إيه اللي هو أولا إن بحد أدنى سنتين بحد أدنى طيب هتاخدي السنتين دول بناء على إيه؟ بناء على المستوى الاجتماعي اللي أنت كنت عايشة فيه مع الزوج وأيضا يسار الزوج. طيب ده بيتحسب في إيه؟ بيتحسب في الشهر، في كام شهر ولا في كام سنة يحدده قاضي الموضوع، وهنا السلطة التقديرية لقاضي الموضوع. احنا نقدر ندي بنفس القياس ده سلطة تقديرية لقاضي الموضوع انه في كل حالة على حدة يقدر يقول انه الست دي تاخد ايه، ولكن يبقى ما بين حدين، يعني ما ينفعش تقل عن كذا، وممكن يقولوا مثلا نفقة المتعة ما فيهاش تزيد عن كذا، لكن ما تقلش عن سنتين بأي حال من الأحوال. طيب.